ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم معكم طريقتي في تحضير شرمولة ديال الحوت. كتجي واحد الشرمولة لذيذة بزاف وزويونة، كنتمنى انها تعجبكم. قبل ما نبدا معكم ما تنساوش الاشتراك على القناة ولايك على الفيديو. ان شاء الله دابا غادي نبدا معكم. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو هنايا عندي القزبر ومعدنوس، دقيتو مع واحد ربعة ديال فصوص الثوم كيف كتشوفوا، دقيتو في المهراز. هنايا عندي واحد المعينقة صغيرة ديال مركز الطماطم حكمة طيشة، خلطتها مع واحد القليل مع الماء يعني حتى كنحصل على هذا الشكل، هذا شكل لاصوص. هنايا عندي معلقة صغيرة ديال الهريسة، هنايا عندي سيترون الحامض، هنايا عندي الخل، يعني الخل كيبقى تقدروا تستبدلوه بلاصه الحامض. انايا هنا غادي نستعملهم بجوج لحقاش، كيف كتعرفوا الشرموله ديال الحوت كتبغي تكون حامضه يعني محمضه شويه، داكشي علاش انايا غادي ندير الخل وغادي نستعمل السيترون. هنا بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره كل من تحميره، الكركم، الكمون، الملح عندي على حسب الذوق ديالكم. هنايا عندي السودانيه وهنايا عندي ملون غذائي. بالنسبه للسودانيه كتبقى اختياريه، انا ضفت الهريسه وغادي نضيف السودانيه. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضرها معكم. غادي نبدا معكم دابا كيف كتشوفوا هنايا عندي القزبر المعدنوس والثومه، يعني دقيتهم مزيان في المهراز. غادي نضيف هاد الصلصه هادي ديال الطماطم. الطريقه ديال الشرموله كتجي رائعه. غادي نضيف الهريسه، غادي نضيف التوابل، نضيف الملح، يعني الملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف الكمون، غادي نضيف التحميره. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. غادي نضيف الكركم وغادي نضيف السودانيه والملون الغذائي. دابا غادي ناخذ السيترون وغادي نعصره مزيان بهاد الزلافه هادي ونحيد له العظم، ومن بعد غادي نضيفه في الشرموله ديالي كيف كتشوفوا، يعني خاص العظم يتحيد مزيان، يتعصر مزيان الحامض ونحيدوا العظم، ما خاصش العظم يبقى كيف كتشوفوا، يعني خاصو يتحيد بحال هكا. كيف كتشوفوا انا هنا عصرت السيترون ديالي، حيدت له العظم. بالنسبه للسيترون هنا عصرت غير نصف حامضه وحده، يعني لحقاش غادي نزيد الخل وحده غادي نحتفظ بها، صافي ما عندي ما ندير بها، يعني اكتفيت بنصف فقط. غادي ندير هنايا نضيف الخل واحد القليل من الخل، وغادي نخلط دابا هاد المكونات ديالي اللي ضفت مزيان، خاصهم يتخلطوا مع بعض. بعد ما خلطت المكونات ديالي دابا غادي نزيد عصير الحامض وغادي نزيد الخل وغادي نخلط المكونات كامله، يعني كيف كتشوفوا كيجي رائع هاد الشرموله هادي. كنستعملوها في الحوت، تقدروا تستعملوها في الدجاج، يعني تستعملوها في لاغاز، اي شيء، يعني هاد الشرموله هادي كتجي زوينه على هاد الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوها بحال هكا. ان شاء الله انا مازال غادي نحضر معكم اطباق ونحضر معكم طويجنات غادي نستعمل فيها هاد الشرموله هادي. كيف كتشوفوا انا هنا خلطت الخليط ديالي مزيان ديال الشرموله، كتجي رائعه يعني على هاد الشكل هذا وهاد اللون هذا.
كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم صراحه تجربوها، كتجي زوينه، ما كرهتكمش تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك ولايك على الفيديو واشتراك على القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. ان شاء الله نتلاقاو مرة اخرى مع فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.